الجزائرية لتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء غدا. مؤشرات البورصة المصرية تواصل مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب. منتدى الاستثمار الإقليمي لشركة دوفيل يؤكد حاجة الدول العربية لنحو 40 مليون وظيفة جديدة في 10 سنوات. أهلا بكم مشاهدين، هذه نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من قناة النيل. عقد اليوم المجلس القومي للأجور اجتماعا لبحث تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء إن اجتماع المجلس اليوم جاء لبحث الصيغة النهائية لتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأربعاء. وأوضح مصدر بمجلس الوزراء أن كل 50 جنيها زيادة تتطلب تدبير 7 مليارات جنيه، وأن 26% من الميزانية مخصصة للدين العام والذي ارتفع ليصل إلى أكثر من 1,400,000,000,000 جنيه خلال العام الماضي. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية. دكتور صلاح، ما هي توقعاتك لتوصيات اجتماع المجلس القومي للأجور غدا حول تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يمثل أحد مطالب الثورة؟ أهلا بك أولا، وأنا توقعاتي أنه هيتم النص على تحديد الحد الأقصى أولا. نعم، وإن كان الحد الأدنى هم مختلفين عليه حاليا، مجلس الوزراء نفسه لا يوجد لديه خريطة عمل عامة للحد الأدنى للأجور. الحد الأقصى هم موافقين عليه، إنما احنا عاوزين نقول من خلال حضرتك كده نصيحة للسادة مجلس الوزراء بالكامل. يوجد في الدولة القرار رقم 242 لسنة 2011 الصادر في 28/12/2011، نعم، اسمه مرسوم بقانون بمعرفة السيد المشير محمد حسين طنطاوي، وقام بالتوقيع عليه ومناقشته مجلس الوزراء في تاريخ 28/12/2011 بمعرفة الدكتور كمال الجنزوري، نعم، واتفقوا على وجود حد أدنى وحد أقصى، وكانت هناك دراسة في مجلس الوزراء منصوص عليها بتمويل الحد الأدنى والحد الأقصى. الحكاية ان احنا عاوزين نفعل هذا القانون، يعني كان القانون بدايته باختصار شديد كده ان الحد الادنى للاجور يبقى قيمة المرتبات والمكافآت والبدلات كل ما يقوم باخده الموظف كله يجتمع الكلام ده مع بعضيه يبقى دوت الراتب الاساسي. نعم، يبقى غيرنا مفهوم المرتبات اللي طيب عندنا. دكتور صلاح، في ظل ما ذكره مصدر بمجلس الوزراء ان كل 50 جنيه زيادة بتطلب من الدولة تدبير 7 مليارات جنيه، هل بتعتقد ان يمكن ان احداث توازن بين تحديد الحد الادنى والاقصى للاجور وبين ارتفاع الدين العام او عدم حدوث تداعيات على ميزانية الدولة جراء ذلك؟ هذا الكلام صحيح وغير صحيح. صحيح في انه فعلا ال 50 جنيه للحد الادنى هيوصلوا لنا 7 مليار، انما الغير صحيح ان انا اجيبه منين؟ نقول له يا سيدي الفاضل قيمه الاجور والمرتبات في الموازنه العامه للدوله هي 72 مليار في الباب الاول، 8 مليار في الباب الثاني ونص، بنتكلم في 180 مليار. يوجد في الدوله 20,000 موظف من ال 5 مليون ونص يتقاضوا 64 مليار جنيه بما سنويا. ده ال 5.5 ناقص ال 20,000 يتقاضى 116 مليار. يعني معناها متوسط الحد الاقصى للناس اللي موجوده ال 20,000 هو 213,000 شهر، يستطيع من خلال وضع حد اقصى لا يقل 30,000 جنيه للدخل بالكامل انه يمول الحد الادنى للاجور. شكرا لك دكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية.
تواصل مؤشرات البورصة المصرية صعودها حتى منتصف تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العربي والأجانب، قابلتها مبيعات من جانب المصريين. صعد المؤشر الرئيسي للسوق جي اكس 30 بنسبة 0.2%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي اكس 70 بنسبة 0.71%. إلى سوق النقد وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية، سجل سعر شراء الدولار الأمريكي نحو 6.92 جنيه، ومقابل العملات العربية بلغ سعر شراء ريال السعودي جنيها و83 قرشا. في أسعار الذهب، تراجعت أسعار المعدن الأصفر اليوم بالسوق المحلية مقارنة بأسعار اليومين الماضيين. بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 218 جنيها و87 قرشا، وعيار 21 بلغ نحو 255 جنيها و29 قرشا، وأما عيار 24 فقد سجل 291 جنيها و72 قرشا. استبعد مصدر أردني عودة ضخ الغاز المصري إلى الأردن في المدى القريب بسبب صعوبة إصلاح الخط الناقل لهذا الغاز في الجانب المصري في ظل الأوضاع الراهنة بسيناء. قال المصدر إن ذلك سيؤدي إلى استمرار اعتماد الحكومة على الوقود والديزل في توليد الكهرباء وبتكاليف عالية جدا. وأوضح المصدر الأردني في تصريحات لصحيفة الغد الأردنية أنه في حال عودة الضخ فإن الكميات الموردة من الغاز المصري ستكون قليلة وقد لا تتجاوز معدلاتها الأخيرة التي كانت تصل إلى المملكة، أي نحو 100 مليون إلى 150 مليون قدم مكعب يوميا، فيما ينص الاتفاق بين البلدين على أن يضخ الجانب المصري ما بين 250 و300 مليون قدم مكعب يوميا. قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية أليستر بيرت إن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى توفير 40 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة. تصريحات بيرت جاءت خلال مؤتمر شركة دوفيل في لندن بحضور مسؤولين ومستثمرين كبار من مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى لمساعدة الدول العربية التي تمر بفترات انتقالية. في مؤتمر يهدف إلى مساعدة الدول العربية التي تمر بفترات انتقالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص إصلاحات اقتصادية ومالية، اجتمع وزراء ومستثمرون ومسؤولون حكوميون كبار من مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في لندن لحضور منتدى الاستثمار الإقليمي لشركة دوفيل. نعرف من خلال متابعة المنطقة أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول التي تمر بفترات انتقالية يتمثل في تلبية المطالب الاقتصادية لمواطنيها، ولتلبية هذه المطالب تحتاج الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى توفير 40 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة. وبحسب صندوق النقد الدولي، تواجه دول الربيع العربي توترات اجتماعية متنامية ربما تعطل تعافي اقتصادها مبكرا من اضطرابات اقتصادية مستمرة منذ أكثر من عامين فقامت الضغوط المالية عليها وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وتتميز المنطقة بأن أعمار 60% من سكانها تقل عن 30 عاما، لكنهم يعيشون في ظل مشكلات اقتصادية ضخمة ومعدلات نموها العام الجاري في حدود 3%، وهو غير كاف لتوفير مزيد من الوظائف في منطقة بها معدلات بطالة مرتفعة تقليديا. هذا المؤتمر يبنى على العمل الذي أنجز بالفعل في مصر وتونس، إنه يبنى على العمل الذي تحقق بالفعل فيما يتعلق بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة النساء في الاقتصاد. نحن في وضع يهتم فيه الناس بمستقبل هذه الدول، هم يعرفون الدعامة الاقتصادية وأهمية الوظائف وتوظيف الكثيرين من أبناء هذه الدول. وشركة دوفيل عبارة عن جهد دولي أطلقته مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى أثناء قمة في دوفيل بفرنسا في مايو 2011، وتهدف إلى خلق وظائف وتحقيق الرخاء في الشرق الأوسط عبر إجراء حوار عملي بشأن الإصلاحات والعقبات التي تحتاج لعلاج لتحسين الاستثمار والتجارة في الدول العربية. وتضم الشراكة كل من كندا ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان،
والأردن وليبيا والكويت والمغرب وقطر وروسيا والسعودية وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. حظر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا أثرت على المنظومة الزراعية، حيث تواجه البلاد الآن صعوبات في شراء الأغذية من الأسواق الدولية. وحظر البرنامج من أن عدد المواطنين الذين يحتاجون مساعدات غذائية قد يرتفع بشكل حاد. ويقدم البرنامج حاليا مساعدات غذائية لنحو 3 ملايين شخص داخل سوريا، إضافة إلى 1.2 مليون لاجئ سوري في عدة دول بينها الأردن ولبنان مصر وتركيا والعراق بتكلفة أسبوعية تبلغ نحو 30 مليون دولار. وكانت سوريا قد شهدت مؤخرا أسوأ إنتاج من محصول القمح. قال رياض سلامة حاكم مصر في لبنان المركزي إن المصرف ينوي تقديم مزيد من الدعم في العام المقبل، مشيرا إلى أن الحزمة ستكون أقل من مساعدات هذا العام التي تبلغ 1.46 مليار دولار. وذكر سلامة أن خطط التحفيز كان لها دور حيوي في نمو الاقتصاد اللبناني بمعدل قدره بما بين 2 و2.25% هذا العام، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من الدعم في العام المقبل. وتعاني السياحة والبناء وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد من آثار الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين. صرح وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد الدراجي بأن بلاده تواجه أزمة إسكان وتحتاج لاستثمارات أجنبية في هذا القطاع. وقال الدراجي إن بلاده تحتاج لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2016. وأقر وزير الإعمار والإسكان العراقي بأنه لا يمكن حل أزمة الإسكان في بلاده بدون استثمارات مباشرة من مستثمرين أجانب. كان تقرير من صندوق النقد الدولي قد أظهر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق شكل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الماضي. تعهدت الدول المانحة في مؤتمر عقد في بروكسل بتقديم مبلغ 2.4 مليارات دولار للصومال لمساعدتها في النهوض بعد أكثر من عقدين من النزاعات. من جهته رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالصفقة الأوروبية، موضحا أن المساعدات تستهدف 4 نواحي رئيسية هي الأمن والإصلاحات القانونية والتمويل العام والنهوض الاقتصادي. وأشار محمود إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنح الصومال 660 مليون يورو، بينما ستأتي بقية المبلغ من الدنمارك وألمانيا والسويد وبريطانيا. صدرت جمهورية السودان ذهبا قيمته 2.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2012. وقالت مصادر رسمية إن حكومة الخرطوم ماضية في مخططها لدعم إسهام قطاع إنتاج المعادن الثمينة في الناتج المحلي الإجمالي واقتصاد البلاد وحركة التصدير إلى الخارج. ويتوقع أن ينتج السودان خلال العام الجاري 50 طنا من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يجعله أكبر بلد إفريقي إنتاجا للذهب بعد جنوب السودان وغانا و15 في إنتاج الذهب على مستوى العالم. ويقول المراقبون إن ثروة السودان من الذهب الأحمر قد تعوض ما قد تفقده من إيرادات الذهب الأسود من النفط. توقع عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي أن يزيد إنتاج ليبيا من الخام إلى 450 ألف برميل يوميا مع ارتفاع إمدادات أحد أضخم الحقول في غرب البلاد بعد استئناف العمال عمليات الضخ أمس. كان مسؤول كبير بقطاع النفط الليبي قد قال إن حقل الشرارة سيصل إلى العمل بطاقاته الإنتاجية الكاملة بحلول الجمعة. يأتي ذلك بينما أكد محتجون شرق ليبيا أنهم سيواصلون غلق أكبر موانئ تصدير النفط لحين الاستجابة لجميع مطالبهم. في بكين أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 79.77 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. وقالت الوزارة إن هذه الاستثمارات تمثل زيادة قدرها 6.37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في شهر أغسطس بلغ 8.38 مليار دولار بزيادة نسبية نسبتها 0.62% على أساس سنوي.
إلى جولة البورصات العربية والعالمية، حيث غلب التراجع على مؤشرات الأسهم في البورصات الخليجية والأسيوية والأوروبية. انتهت هذه الجولة الاقتصادية المفصلة، إليكم إذن تذكرة بأبرز عناوين أخبارها. المجلس القومي للأجور يبحث اليوم صيغة نهائية لتطبيق قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء غدا. مؤشرات البورصة المصرية تواصل مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب. ومنتدى الاستثمار الإقليمي لشراكة دوفيل يؤكد حاجة الدول العربية لنحو 40 مليون وظيفة جديدة في 10 سنوات. مشاهدينا، أشكر لكم حسن المتابعة. يمكنكم متابعة خدمتنا الإخبارية الاقتصادية اللاحقة ضمن باقة أخبار بانوراما 3 عصرا بتوقيت القاهرة. إلى الملتقى.